ماذا يحدث بعد جلسة الـ EMDR؟ في آثار جانبية تستمر لمدة يومين ثلاثة، وفي آثار رائعة جدا تستمر طيلة حياتك. الآثار الجانبية اللي تستمر بعد جلسة الـ EMDR، واللي احنا بالعادة ننصح انه الأشخاص يفعلون الـ EMDR وبعد الـ EMDR يرتاحون، بحيث ما عندهم سفر، ما عندهم اجتماع مهم، ما عندهم نقاشات تثير العواطف، تستفز عواطفك. ليش ننصح بهذه؟ لأنه اليومين اللي تأتي بعد الـ EMDR راح تكون فيها كثير حساس شعوريا، you will be emotionally، حصير كثير عاطفي، اقصد عاطفي بالاتجاهين، يعني حساس عاطفيا، يعني بمعنى انه الاشياء مثلا المفرحة تبكيك، توصل درجة انه تبكيك، هيك عندك حساسية عالية، والاشياء اللي يعني مثلا فيها شوية حزن تبكيك، بعدين انت كنت قبلها لا تبكي ولا، يعني أقصد مثلا إذا سمعت أغنية عاطفية ممكن أنت تلقي عيونك تبكي وأنت مو عارف ليش. وأيضا بالمقابل أنه يصير عندك حساسية عالية في حال لو شخص استفزك، تصير ردة فعلك هيك شوي مبالغ فيها، قد تكون يعني إذا كانت التروما متعلقة عندك بالغضب تلقى نفسك غاضب بطريقة قوية جدا أكثر مما قبل الـ EMDR. بس هذا كنا بهذين هاليومين بس. طبعا هي ردود الفعل تختلف من شخص لشخص، لكن حساسيتك للأحداث للأشخاص تكون كثير متأهبة، يعني سلبا أو إيجابا كثير حساسة تصير. هي بس هاليومين هذه شوي، بس بعديها راح، لأنه هاي خلال هاليومين البروسيسنج، المعالجة في الـ EMDR للصدمات والأزمات القديمة، هو بالعادة يشتغل بعد ما تنام وتصحى وتنام وتصحى وتنام وتصحى، فبدنا يومين ثلاثة حتى شوية هيك الدماغ يكمل البروسيسنج. ترى احنا بالـ EMDR أنا بالعادة بقول إنه احنا نعيد ترتيب الإعدادات، في إعدادات بالكمبيوتر وفي إعدادات بالدماغ. الإعدادات اللي بالدماغ نتيجة الصدمة تتخربط، بس واحدة فوق واحدة نازلة واحدة كذا. بالـ EMDR نرجعها على إعدادات الوكالة، هيك احنا بنعمل. فردود فعلك هذه ما بعد الـ EMDR مش اقصد على اليومين، اللي ما بعد اليومين على المدى البعيد، هي انه عودتك لاعداداتك الاصلية اللي هي خالية من تأثير اي صدمات. فهذا على المدى البعيد. على المدى البعيد طبعا انت راح تشعر انك شخص ثاني مختلف تماما، يعني انت بعد الـ EMDR مختلف عن قبل الـ EMDR. ذات الحدث، ذات الشخص اللي كان يوجعك، يألمك، يستفزك، يخليك في حالة تأهب، يخليك في حالة هجوم، في حالة هروب، في حالة تقوقع، في حالة توتر دائم، انفعال دائم، هاي حالة القلق الدائم المزمن المتوتر دائما، كل هذه بعد الـ EMDR تختفي. بعد على المدى البعيد، يعني بعد 4 أيام، 3 أيام، 4 أيام، ما عادت لذيك الأحداث اللي كانت تزعجك لها أي تأثير، تتذكرها لكن ما عاد إلها ذاك الأثر السلبي في شعورك، والأهم ما قاعد تمشيك في العمق الباطني أو في اللاوعي بطريقة غير لاواعية، ما عاد لها هذا التأثير، ما تمشيك ويصير لها انعكاسات في أحداثك الحالية، لا، راح تكون مجرد ذكرى تم نقلها من الذاكرة اليومية هذه اللي موجودة في
العقل البدائي اللي كانت عالقة فيه وتحويلها إلى ذاك إلى مخزن الذكريات القديم، فبالتالي ما إلها أي أثر عليك حاليا. ف التأثير الكبير للـ EMDR على المدى البعيد أكثر من رائع، لكن بس أريد أرجع عودة إلى هذين اليومين اللي بعد الـ EMDR، إنه عندما تهجم عليك هيك شوية بعض الأفكار القديمة، بعض المعتقدات، بعض المشاعر، it's okay. يعني حاول أنت تهدأ، حاول تستقبلها، حاول تكون لحالك، اعمل هيك استرخاء، اعمل اطلع اتمشى، هدئ نفسك، يعني حاول تبقى في مكان هادئ ما في شيء يستفزك. الأحداث خصوصا المتعلقين في الأزمة حاول تبتعد عنهم، لأنه راح يستفزونك ذني أول يومين ما بعد الجلسة. فإذا هجمت عليك الأفكار القديمة اللي كانت منسية، أو هجمت عليك مشاعر قديمة كانت منسية، بعد يومين من الجلسة، يوم أو ثاني يوم من الجلسة، it's okay. هذه رد فعل طبيعي لأنه المعالجة البروسيسنج قاعد يشتغل. فهذا إحساسك بطوفان من المشاعر، طوفان من الأفكار، يعني محسوب ومعروف. حساسيتك للعواطف وارتفاعها في داخلك شعوريا وفكريا للأفكار، يعني طريقة حكمك على الأفكار والمعتقدات والأحداث تكون هيك شوية كمان عالية، مو بس على صعيد الشعور ولما صعيد الأفكار، بتكون عالية أيضا خلال اليومين اللاحقة. لكن وعند أيضا يجيك هيك إحساس إنه في شي فارغ براسك، بتحس هيك إنه كأنه كان في شي وبعدين ما في شي، وين هذا الشي؟ هو اللي صار إنه هذيك الأزمة اللي كانت تمص طاقتك، هذيك الإعدادات اللي كانت تخربط ردود أفعالك انتهت، هذيك الصدمة اللي كانت تاكل جواتك وتقودك من جواتك وتنرفزك وتستفزك وتخليك في حالة تأهب وهجوم وهروب وحالة نجاة، هذه هدأت راحت. فشعورك بهذا الفراغ مبرر ترى، لأنه أنت تحررت من عنده. فهذا شعورك بالفراغ نابع من كونك انه في شيء كان عالق وتحررت من عنده. فاستقبل، اقبل هاي حالة التحرر، وانه هذا الفراغ هو ترى مو فراغ يعني انت فقدت شيء، هو هذا الفراغ نابع منه، انه احساسك انه انت فقدت شيء صحيح، بس انت فقدت شيء يعني كان يأزمك. فهذا شعورك بالشوق هو شعورك بالاشتياق للأزمة اللي كانت توجعك، فاقبل انه هي راحت، اتس اوكي. يعني لذلك انت راح تشعر هيك بالارتياح، وتشعر بحاله الطمانينه وحاله السكون والهدوء. اتحملها هذين اليومين ثلاثه ما بعد الجلسه، اتحمل هذا الحساسيه العاليه، هذه الحاله العاطفيه العاليه، حاله التحسس العالي، وحاله الفراغ العالي. لكن بعد اليومين ثلاثة أطمئنك أنه أنت راح تكون شخص راجع عندك الإعدادات، إعدادات الوكالة.